النهارده يا بنات عامله لكم بقى وصفه معتبره لفرد الشعر في البيت بشكل طبيعي جدا ليكي ولبنتك. الوصفه دي يا بنات طلعت ترند اليومين دول وفعلا عامله ضجه كبيره ومش من فراغ بصراحه، تحفه جدا. انا جربتها شخصيا مرتين ثلاثه وكانت رائعه للشعر. الاول بس لازم تكملي الفيديو للاخر لان اي حاجات مهمه جدا جدا فيه. تاني حاجه كومنتات يا بنات كتير قوي 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 بقى تحت لان ده بيفيدني، ومتنسيش كمان طبعا اللايك بتاع الفيديو بتاعنا الجميل وكومنتات كتير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين ايه؟ منورين قناتي وقناتكم. شكرا يا بنات على الدعم اللي فات ده. هحاول النهارده ان انا انجز لكم شويه الوصفه وما ارغيش كتير. لكن مبدئيا يا بنات انا عايزه اقول لكم ان الوصفه دي ناجحه جدا جدا. لكن اهم حاجه ان انت بس تمشي على التفاصيل اللي انا هقول لك عليها، لان يا بنات زي ما قلت لكم الوصفه محتاجه تكنيك معين كده، لانها لو باظت منك مش هتجيب نتيجه كويسه. هي بسيطة جدا، مكونة من مكون واحد بس، فمش هتجيبي يعني هتنجزي. اول المكون وهو المكون الاول والاخير هو النشا، تمام؟ النشا يا بنات اللي هو الكورن فلاور، الكورن فلاور، اوكي؟ عشان انا لما نزلت الوصفة دي قبل كده قالوا لي ايه النشا ومعرفوهاش، بنات كتير جدا من دول كتير معرفوش ايه النشا، فكنت ماشية اقول لهم كورن فلاور كورن فلاور، فالموضوع شوية كان مش لطيف نهائي. فانا يا بنات المكون ده عايزه اقول لكم ان هو بيفرد الشعر جدا، يعني بيفرد الشعر جدا جدا لو اتعمل بالطريقه الصحيحه. لو عملتيه بقى يعني بطريقه غلط ما بيفردش نهائي، لكن هو بصراحه بيفرد الشعر جدا، وكمان هيعالج التقصف، هيعالج الهيشان، هيعالج ان الجفاف الشعر. البنات اللي شعرهم في الاخر بيقصوه بسبب الجفاف، بسبب ان هو متقصف وبيعدي الشعرات التانيه، فالموضوع مزعج. انا جبت يا بنات حله صغيره كده هعمل فيها الوصفه، وبدات ان انا احط كوبايه كبيره من الميه الدافيه اللي هي لا سخنه قوي ولا ساقعه قوي، ما بين البنين، وحطيت معلقه كبيره من النشا في الميه وبدات ان انا اقلبها. انا كده بقلب النشا بتاعتي على البارد قبل ما احطها على النار او اي حاجه من دي. ليه انا عملت كده؟ لان النشا بيكلكع يا بنات، يعني انا بصراحه بشوف بنات بيعملوا الوصفه دي وبيحطوه في الخلاط، الموضوع بيوسع جدا. لا، الموضوع بسيط جدا، انت بس تحطيه في ميه دافيه زي ما قلت لك مع معلقه وتقعدي تقلبيها كويس بس كده، لا هيكون في كلكعه ولا اي حاجه من دي، لا هتضربيه في خلاط ولا اي حاجه من دي، الموضوع كده بيكبر جدا، احنا كده بنعمل مهلبيه يعني، فالموضوع كبير قوي. انا كده يا بنات حطيته على النار، هسيبه بالظبط على النار دقيقه، لكن مش هسيبه وامشي، انا هفضل اقلب بالظبط يا بنات الدقيقه، وهتلاقي الكريم ده قدامك حاجه كده قمر. حتى لو اخدين بالكم باين جدا عليه ان انت متخيله انت هتحطي الكريم ده على شعرك وهيفرده ازاي، بصراحه تحفه جدا جدا يعني. بدات ان انا اجيب الطبق بتاعي بقى. بنات في ملحوظة عايزة اقولها لكم، حاولوا ان انتوا تحطوا المكون بتاعكم في الطبق قبل ما يبرد، لان هو لما بيبرد بيعجن. يعني الوصفة دي بتعمليها ينفعش ان انت تحتفظي بيها في حتة تانية، لازم تعمليها وتحطيها على طول وتكوني مستعدة انت او اختك او مامتك او بنتك ان انتوا هتحطوها ومجهزين شعركوا للوصفة. فانت بتحطيها وبتسيبيها بس تبرد شوية ما تلسعكيش، بعد كده بتبدأي تمسكيها بايدك وتحطيها على شعرك. دي ملحوظه مهمه جدا يا بنات، لان في بنات بتسيبها تبعد جدا وبصراحه كده الموضوع بيبوظ تماما، لان هي بتبدا تبقى عامله زي الجيلي وحاجات كده في الاخر هترميها في الزباله يعني. فعشان كده زي ما قلت لك مهم جدا جدا انت تسمعي الوصفه دي وتسمعي المكون او تسمعي ازاي اصلا هتعمليها، لانها برضو مهما كانت سهله محتاجه شويه تكنيك. الحاجه بقى يا بنات الاضافه اللي انا بحب اعملها في الوصفه دي جدا وبتفرق معايا، لكن انت حابه تحطي براحتك مش حابه براحتك، اللي هو الزيت، اي نوع زيت. انا في الوصفه استخدمت يعني حاجه كده نقط من الزيت وقلبتها كويس. تقدري بقى انت تستخدمي الزيت المناسب لشعرك، زيت جوز الهند، زيت اللوز الحلو، زيت الارجان، براحتك. انا مش بلزمك بحاجه او بزيت معين، انت زي ما انت عايزه تماما يعني، انت حطي الوصفه اللي انت عايزاها وال قصدي الزيت اللي انت عايزاه وبتقلبيه بشكل كويس. مهم جدا يا بنات جدا التقليب جدا، يعني ممكن بنات تحطي زيت كده وتبدا تحط، قلبي جامد. الزيت هيعمل ايه؟ اولا هيرطب شعرك، هيمنع التقصف برده، هيعالج الجفاف. يعني الزيوت اصلا بتتحط في وصفات ليها علاقه بالعلاج الهيشان والفرد، بصراحه بتبقى مناسبه جدا وبتفيد بشكل كبير.
الوصفه دي يا بنات بقى هتحطيها قد ايه على شعرك؟ هتحطيها من ساعه لساعتين، حابه تحطيها ساعه بس براحتك. الوصفه دي بقى بتتحط فين بالظبط في الشعر؟ هل على الشعر كله؟ هل على الفروه؟ لا بنات، الوصفه دي بتتحط بس على الشعر نفسه، ابعدي تماما عن فروه الشعر. هي مش مؤذيه تماما لفروه الشعر، لكن هتكون تقيله شويه على فروه الشعر وهتسد المسام، وممكن يعني موضوع سد المسام ده مش حاجه لذيذه. وبعدين احنا عايزين نطري الشعر، فطبعا تطرية الشعر بتبقى من تحت، فانت تبدأي تحطي الوصفة من اول الشعر لعند الدقن، يعني من اول الحتة عند الدقن كده شعرك من تحت تحطي فيه الوصفة دي، كأنك بالظبط كده بتحطي صبغة. وبعدين يعني تقسمي شعرك اربعة وتبدأي تحطي من بعد، يعني تعدي الفروة بتاعت الراس وتبدأي ان انت تحطي الوصفة على شعرك كأنك بتحطي صبغة. ويفضل ان الشعر تكوني مسرحة، يعني مسرحة بمشط، ما يكونش مكلكع عشان يجيب معاك نتيجة كويسة جدا. لو انت كنت شعرك متكلكع شوية ومش مسرحة ممكن ما يجيبش معاك نتيجة كبيرة، هيجيب معاك نتيجة، لكن لو انت فردية هيجيب معاك النتيجة المناسبة جدا جدا للفرد والهيشان، يعني الحاجة اللي انت عايزاها. فيفضل ان انت تكوني مسرحة الشعر. تمام، هتحطي زي ما قلت لك من ساعه لساعتين، وبعدين تحطي لما تحطي الوصفه تحطي الكيسه بتاعتك على الشعر، تحطي بونيه، اي حاجه، ساعه ساعتين تغسليه بالشامبو والبلسم بتاعك. وبكده احنا نكون خلصنا الوصفه بتاعتنا. الوصفه دي بنت جميله جدا على دخله العيد، على لو عندك اي مناسبه عايزه تفردي شعرك بشكل طبيعي، عايزه تفردي شعر بنتك. الوصفه دي جميله جدا جدا، تقدري ان انت تستخدميها، ومناسبه للجميع بنات واولاد. الحاجة بقى يا بنات اللي انا عايزة اطلبها منكم، يعني فضلا وليس امرا، يا ريت يا جميلة ان انت تعملي اللايك للفيديو ده وكومنتات تحت كتير، يعني حاولي تعملي كومنتات تحت كده كتيرة، ايموشنات، قلوب، رأيك في الوصفة، واعملي شير. انا عايزة اوصل الفيديو ده لاكبر عدد ممكن من الناس، لان كومنتاتكم بتفيدني وبتفيد الفيديو جدا وبتخليه ان هو يوصل الناس كتير. بس كده يا قلبي خلصنا، عارفة اني طولت عليكي بس بحب ارغي معاكي. بس كده يا حبايبي، ومع السلامة.